السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدني علي مروين سود وهذا أحد من غفر حسن نهائنا نجلس وقب جشين كلن كان تعسيدة يو برديقة دت كان ولا عليه نع إذا ما دي أفر طبعا كأكتوبر لوحة سوقي كلية جالسية دي مجال ده مقدشو مركلة غفول بوا حقو سلام يا أنا قوقها الله يا مجا جالية ده أذبلان استي غفول بمنسب كي أوماش أو كفر ديو أيام كو سلام يا تلعبوا البوت سوق عدين نمارك تي يعني واح أد وانا أحسن غفول بواجب صارن أيو قتي تاوا تاس أد أقصو دوادا حدنا نمضاش أيام فرنا هنا بإذن الله الكريم سيدة دي سنة أهبا محاطر هذا دات كمركي مسلمين تميل كي مادان وحا سنة أه إن مارك تي يعني كلن والبا أو إلهي رالي كي يهي وإن لغو بلابو كلمات كإلهي إن لغو بلابو تاس وديد مركا وحان مركا هور ويريا ولكن شيخ أحمد هادي أو إنو أخريا آيات قرآن من كتاب الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. سيدة أدلس سعطان والاليال هل كان مانتا وحان مداش أفر لنا سيدة نهاري أمك عابي تعسيدي إيو برورديغ دي تعديه دا ودنك كدعا واي بديهين وين إن ودا تامان ايان سيابة كالدوان لكن مانتا مداشا وحيد داران تهي رير كان مداشا مانتا ديجي داد كي لغا حسوقي إلا قد ماضي سي أن مارك تي أرحان دراء إيو شرقو العد أي كل عادي أرين كل عادي أيه أهيد أنت لمتي إلهي أقول نحرس غبي وضع الله واسعيو وحاس دير إن بدن أو هدنا ما أنت دعوة عن وأنا غني جيب الكيو يهاي ما أنت نسبت لك وجرة إلا نفتو معني كي دعدي إلا ما أنت ظننا ضد بامارك يعني ولي كومك وجرة معلم بقف بان النجار بحياة ويل مجاهدة هل ييئة داد كيسة اوت ماركتا يعني قغوريقة اوحان باري ماركتا يعني نتيجة الاغي هنا كسو اوغي ماركتا شغادي قرنك اوهاي اي ايا مالي والبان حدان ماركتا دايع نوغا بحيو تاس ايا ماانتا مداشان انو ايغا ويني ايا نوسو استاقني ماركا سي ان ماركتا وقت كان مادامو اينا هايو وكلمة ديهن ان او قايب سنو ايا حدا وحان او ييريا قدوميها قورتيدا ديريد مانتا ماشا هالكان نقلتشوغا موداني عثمان نور موسى واساقان كلمات نوغي راهدا سودو محلا مادارك موداني واحان سلام ايا هبلها شرفت البدن له عقلي فيعان شركة كاسو غايب قلي وايالك وحقارتك علمادا وحن سلام قارا سلام يا تذكي سوق بقابيي حفلدا هنا كل مسي شرفت بدن له وحن الله هاي بارك الله فيكم وحونا أحسن باقبتين والقى هذلي سبب تلاقى بتي شركة إذ كستوى كسوق يبقى شيء أما كفع القاضي تي دعذا حنون كبدن له كدعذا حمر iyo inta u dhaxaysa shabeelada dhexe oo iyada laftigeeda dad ku soo dhinteen intaan xabar soo gaarin oo isla qarxyadan kamid ahaa ayaynu tacsideedii isugu nimi waxaan Ilaahay uga baryaynaa waynu ducaynaynaa inuu dambigooda dhaafo waa wiilasha dhalinyarada ah sawiradoodu gadaashayda ku dhegan yihiin Ilaahay ha u naxariisto intii ay ka dhinteenna Ilaahay sabir iyo iman ka siiyo Ilaahay waxaynu weydiinaynaa حساب لعاني إنه شنده جيو يجي أنتي نقدر نفتي إيوالد كيني وكم ذي هاي
أنا جو عن كم ذهاي نكال الشيء بعنا هاي وحنو أو قبناي تر إن إنه سومالي وحتره عندنا كمان دولين عندنا ما نوحيلين إن إنه سومالي وحتره إن إنه در وحتره تذكر للعينة وتذكر أنو جورت ذوهين تذكر أريمه على جوس مينا وأنو دبجل دونا كان هرم ماينه هدي له إيداه وأنا إنه كوا ذقيب قاعدن دونا اشتراروا هوا إن هل كان عن كوابنا إنا عدي أوده لبعتنك بشه صوص عطا سجالات أما سبتمبر برع الوقبنا يا شير دروين اللي يهاي عدي أودي كرتاه رجيه دمربا ويتجي كران وحن آد وحن هاي وأن إن كهرينين دعدا حنون كبدن له ونمل والبشر كيجيلينا وهذا عالم عالمي يعدو البوابن دينا وحن كعد سنينا تدك مسؤولك كا ملها يدعدوه يكاس كدعين إنه وح كقبطان أو وح نقنعية كقبطان وح رود عيماها دليردي تلك أود تعلم يسي أما الدفاع يسي أما شرادين تك إلى لين يسي لا تعلم يسي إن يجي إلا أستنيش كريو أما الله يو ووح حنون بدموي وح سومالي كهر هذا كهر دعينا ماها ودليرداس وحن لنا إلى هاي والد كودي إلهي سيع سويش الله بدل كودي أو خير قباها سيو كوا حنوصنا يا داو عسو قارينا إلهي هاو بوغدايو إذو كودا يرين ماهيو كل مدى عدن بي بان دكاعو سنين أكسو غيب قشان وانا مهد سنتين وانا اتاقن لي كل يين با إذو كودا يرين ماهيو انتا حسان كودا فيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka xiga waxaan u yeerayaa diktorka diktor Hassan Sheikh Abdirahman aw Mubarak waa diktor ka soo shaqeeyay gobolka Shabeelada Hoose xog ogaal u ah wax badan ka og deegaanka iyo maaragta yani horumarkiisa aanan maaragta yani cilmigiisa caafimaad kaliya aanan ahayn laakiin wadciga wadanka uu ku sugan yahay wax badan noo og maaragta ku soo dhawow diktor Hassan Sheikh Abdirahman aw Mubarak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waxaan salaamay dhamaan marti sharafta isugu timid meeshan gabdhi iyo in maartay ragba runtii arintan maanta aan meesha isugu nimid waa arin qof kasta uu ka warqabo xaaladeeda loo socdo Soomaali oo dhan ay u tahay wacyiga meesha ka jira sida ogtihiin qof kasta markay dhigtiisa ku soo dhacdo kulliyadda jaalisiyad waxaa maskaxdiisa ku soo dhacaysa halkaasi in lagu gumaaday dad waxtar ah oo dhalinyaro ah oo Soomaali u soo halgamay anoo weliba ciidankan rag badan ka garanayay markaan markay tagay oo garanay rag badan oo maartay muddo badan meelo badan soo maray oo meelo badan maartay ka soo dagaalamay in halka lagu gumaaday oo hal beel u badan marka taasi waxa weeye tacsiideedii iyo murugadeedii waxa weeye xalaa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inta dhimata allahu naxariisto inta dhaawacana allahu boogadhayo intaasaan leenahay markaan inta aan ka gudubno waxaa xaqiiqadii ah oo la inkiri karin dadka meesha ku dhintay iyo dhibka meesha ka dhacay in uu kicin hayo dhib horey u soo dhacay oo ka dhacay gobolka Shabeelada Hoose ummad lagu laayay caruuro iyo hooyo lagu gubay magaalo idil oo lagu baabiyay oo socotay 8 sano arintaas markii aad fiiriso waxa markii aad aragto aad meesha tagto ayaad waxa arkaysaa dhibka ay ka tagtay arintaasi hooyada maartay agoonta iyo dhibka meesha ka jira waxaan hadda daawaday maalmo video-gii fiidiyow waxaan daawanayay ciyaal oo ay hooyo oo yahay oo wiilkooda intii la dilay gabadhii u timid ay walaalahaayeen markii si socota ayadiina la dilay marka dhibkaasi waa dhib khaas ah Shabeelada Hoose gaar ahaan beesha khaas ah marka waxaan leeyahay arintaasi waxay u baahan tahay ummada inay u midoobaan in ay hal meel u jeestaan si maartay iyagu isku xirmaya qurba joogtu iyo siyaasiyiintu iyo weliba maartay dadka localka ah runtii waxaan leeyahay dadka localka aad bay u dadaaleen
لكن وحام مقن دوركي أي سياسيين تلاحين يقوب بشوكتو أنا مركب وحان أدى أرنتاسي أن في لأي واحد يابا أدى أرنتان سببتو واح كدن بيانا يتهي باشن أو سي قوني ألوالا دقالمي ولغفوهي ساحدي سياسة دا أما هان نغطو لنكا سراكيشة أما هان نغطو لنكا شغالة حريتك أما لنكا سوا هان نغطبا أو سي أدق لولا دقالمي وحا كميدة أيضا ولولا دقالمي دقال ماذا أي دقيهين دقال قوني ألا لقالي مرقانو حان أوران لها حسن الشيخ محمود dadka aad la dagaalamayso waa dadkaagi waa shacabkaagi inaad u turto oo adigu shacabkaaga aad wanaajisato waa hawl maartay adiga maartay munaasab kuwa marka waxaan ku soo gabagabeynaya dadkaasi in si fiican loo daweeyo oo maartay eeladii ka tageena maartay wax loo qabto intaasan maartay aan kaga tagilaa rutina waxaan leeyahay maartay allah الله بوغا دايوتات كاسي دي بيسو غاري السلام عليكم مركنا وحان او ييريا غبر كميدا غبدها هرمودكا ماركتي سياسيين تا كسو شقيه غودها ايو ديبدبا وحدنا غدوميها غوديغا سياسادا ديريد حمدي شيخ عبد الله حمدي شيخ عبد الله كسو دوو وان سلام يا قبلها ولا عليه يا إيه رجع ولا عليه يوم وان نوض السلام يا سيدا هذا بقى وحوي هدان سو مالنا هي مركز سبا برورتيق إيه مرجع يوار عصبة نوحرا جار أهان هدان هاي رير كان ما جعان كو أفتر سده بيش دريت وأنا رجع قدومي هالسياسة ده هاد رو وقابل سنة هاي تعسنا وحوي كان يا وحوي وإلهي قرآن كسوحك يري وما أصابكم من مصيبة إلا بما كسبت أيديك ويعفو عن كثير مصيبة لكم الدعضه إلا واحد قعمينك كيستين ساسيتي لا واحد بدن بعفية وانو قين ودنك واحد لبلا صومري لنعك استقلبت وين نقمري سيد لنعك استوان كجرني مرنبة سياسيين تينو قرب جوك تينو قلق جوك تينو ما عندهن غير كان محاودنا لنعك استقلبت ninkasta oo maamul goboleed jeegta wuxuu xisaabsanaya dhulka aan ku deegaanka u nahay ama aan leen wuxuu xisaabsanaya deegaamadeena oo maanta ay caloosh reerku ay tahay waxa weeye waa meesha wadanka ugu qanisan waxaan ahaan lahayn sida caalamka hadii la xisaabo dadka maanta wadanka liidka ka ah oo wadanka hurmuudka ka ah oo markuu xanaaqana laga baqo markuu ballan qaadana laga baqo markuu hanjabana laga baqo intiba maanta ma nihin مدحوين حسن شيخ مركان مركي كهر رئيسي فيس تو فيس ما وضع فريساني مركي نكسة ديكي سقافة وشبه الله هو نمبر كنتن وسوق قبي أسوق دريس عيدان وطه بانكوير مدحويني دي قبيل بعد متليسة ما متليسة دولد وحيالو هنا ويسوس عنا واد حسو ستير وضي عاشي لقو ماضي لسود لدري وضي دقنا إن لدلو أو لغا هالوايو أو عنا كهالين تاسونا وحيتو سيسا karti deen iyo meeshan aan ku shidignay marka aayadii had quraanka baan ugu soo noqay oo ma saabukum musibatin illa bima kasabta aydikum wax aan anaku sameysan ama dib aan anaku yeen gooni noogu ma dhicin horta taas waa inaan kulliyan wada ogaadna ta kala soo socota waxa weeye ragaanu waxa ay rag wadanka u soo shaqeeyay rag waxa ay maanta mudan illa abaal mariyo ma ahayn maanta in la soo aruriyo xero lagu soo aruriyo sida arjees ah la qalo taasna waxa tusaysa أنا كو إنا هوشين كجابني. مركو وحن أبا هنهاي هدان هاي رير كان ما جعان كتر سده. فرم راس كبرني تراس عسير من دجنة. قوة دوتنا كوجو بدن بانه. دجاننا ذب كوجو بدن بان لينه. وحوي وإنا آيه هنا كتشنا. ويلش إنا اللي دري. الله سوا أروريه. أصي ذي أرجل الله جورعي. دولة كم حلم. بل دولة دوح العكو بحسينا الله حلم. لعقب يكون بحسو حقيقة أو للدبتة أو أنك عن تيذ هينا هذا أنها أورو كسياسة ده تريد أنها أو انترناشنال كا يين إن محاها لوكال كأبا وحن كلاو هينا أد أكسون تهين معمول كان الشيغان يدوش نقو سيطان أنا كرالي كهنو ليرادو كونفور قلبيد كما هو هل لنك مدحوينه كا نين كان كلاو أسوغن دين عينا كلا نغا حيستا ليرادو أحمد مذوبي كما هل لن سو مالو حكومة هاشو ما جاي قدم مسار بيلقدي
waxaan la dilayo soo ciidankii dalka loo soo tababaray oo loo soo carbiye ma ahayn marka waad u jeediin in ay nagu socoto ugu talagal in ciidankaaga iyo dadkaaga wax garadkaaga la dhameeyo anuu marka halkan codsi waxaan uga dirayaar nin kasta oo magacaas ku aftirsada inuu dawlad amarkeed sugin uu dawlad maqlin sababtay tahay dawlad meeshan ma joogta qabiil baa jooga waxaan nala xasuuqaya waa qabiil baa nala xasuuqaya taas waxa weeye tan dawladda ta kale anaku waxa loo baahan yahay shirkan inuu maalin kasta baroor diiq iyo waa la baay waa la hoogey inuu noqono aayahayna waa inaan ka tashanaa waa in aayahayna aan ka tashanaa oo aan dib u fariisanaa oo dhahnaa baahideenu hagee jirtaa shalay waxa gooday waan u jeednay hiiraan waa markii aragtay inaan waxba u soo socon marka qof kastaba xaafadiisa waa ku filan yahay xaafadeenna waan ku filannahay dalkeenna waan ku filannahay soomaali kama kartiyarin waxa halkaa fadhiyay waxa gadaashi jira waa saraakiilshi waddanka u soo shaqeeyey naf iyo maal u soo huray maanta mudnaa in la abaalmariyo ta kale meesha taalla wixita oo caddaanka ah haddii ciidankii la dilay oo la soo xereeyey maxaa dabagal loogu samayn waay maxaa loogu hadli waay maxaa abalaji looga bixin waay waana mahadsan tihiin waqtiguna insha allah waa nagu yar yahay aad iyo aad baa mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh waxaan u yeerayaa ganacsade maaragtay kana mid ahaa goobjoogayaashii aasaasayaasha udubland state uk ahna maaragtay xubin firfircoonna ka ah beeshan direed oo haddana fadhigiisu yahay magaalada hargeysa cabdiraxmaan cali sahal oo loo garan ogyahay dhagaweyne sheekh cabdiraxmaan soo dhawow dina maxamed wacalaa alihi wasaxbihi wasalam waxaan halkan ka salaamayaa martida sharafta leh ee rag iyo dumarba leh ee fadhida ayaan salaamayaa waxaa kaloon aad u salaamayaa una mahadnaqayaa qabanqa waxaan aada ugu mahadnaqayaa iyagana qabanqaabiyayaasha soo qabanqaabiyey xafladda tacsida ah ee tiiraanida leh soo qabanqaabiyey ee sharafta badan baan u mahadnaqayaa iyagana markaan intaa ka gudbo ujeeddadii aynu halkan u nimid oo ahayd tacsida tiiraanyada leh ee dhacday wiilasha dhabarkayga ku sawiranee halkaa ka wada muuqda ee ninka ugu da-da weyne yahay malaa dhowr iyo labaatan jir yahay ninka ugu da-weyn leh ee ciidan qarneed ahaa ee ku magacanoodaa ee la xasuuqay sidii horeba loo wada sheegay aynu tacsidii tiiraanyadan anu nimid ilaahay naxariista jannaha ka waraabiyo waa mujaahidiin intii ku dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha ubooga dhayo intaa haddaan iyadana ka gudbo samiriyo imaana alla ka siiyo waalidiinta iyo ehelka iyo kulligeenba intaa haddaan ka gudbo waa laga hadlay oo hadal anu maayo xamda iyo raggii iga horreeyba way ka wada hadleen wayna ognahay riisankan iyo sida loo laayay wiilashan iyo shaki kagama jiro soomaaliya o dhan baana ka wada hadlaysaa in la xasuuqay inay ahayd ujeeddo dahsoon in waddada loo soo maray in la taasi wax shaki ku jiro lagu noqonaya maaha laakiin mid yar anugu hadalkayga oo ah aan u diraya fariin beesha ay ka soo jeedaan maga kastaba ugu yeedhay ama shabeellada hoosaa degta ama beesha guud oo dhan ba ha noqotee ayaan fariin u diraya waxaa weeye fariintaydu sida ay hadda xamdiba soo sheegtay soomaali dowladaha lagu sheego beelay u kala wada baxday beelayna tahay ama maamul goboleed ha lagu daro ama dowlad fadaal ha laga dhigo beel walibana iyadaa isa soo saartay oo noolaysay oo dadkeedii oo magaceedii wax loogu taxgeliyo wixii lagu siinayo isu soo saartay haddaan ka hadlo beesha shabeellada hoose beelaha dega gaar ahaan aan u tilmaamo biyamaab waa dadka taariikhda soomaaliyeed intaad ogeyd la soo dagaalamay ee soo dagaalamay biyamaab ee talyaani intaad ogeyd gumaysta la soo dagaalamay ee taariikhdaa ku lahaa haliyeynimo iyo geesinimo iyo karti maxaa laga bilaabo talyaanigii intuu tegey ilaa iyo lixdankii calanimada intii la qaatay beesha iyo dhulka shabeellada hoose meeshii dekedda qudhahe ugu weyn bay lahayd oo marka ahayd ilaa intay dowladiisa soo bedelaysay deked yar looma samayn laami looma samayn iskuul looma dhisin waxba looma qaban soomaalida intii kaloo dhammineen hareeraheeda aynu wada sheegno dhan waaba aragtaan meeshan maska galay ee ku jiray ee laga saari la'ayay maxay tahay
ماشي ما هايستين لغير هذه اللي ينحوية إيه دي بهذا المكان اللي الجمادية تتكيدي كل بهذا السوق من إياه لجوجو رعية ما هاي تهاي وحني أوكي ما هاي دت كان فريسي تاريخ رسولها أمسيه أي أم عدكوا دون لا يهين أبا أي إيه قدوا هذا لا يهين أي سقط دون لا يهين وحيالها نعاس وح أنا مسك حدا يقول غادر الله ده وحيالها نادبور السنة هاي وحن فرين ودريا dad ka aan la hadlayo in laga bilaabo qurba joog ha noqoto qolqol joog ha noqdan siyaasiin ha noqdan dawladda ku jira federaalka konfur galbeed farku galbeed maxay qabtay oo qabtay hadda dadka inta konfur galbeed baa xitaa laga hadlo maxay iyo qaban laakiin ku ka horeeyay leedahay cidina waxba ma qab waa in si degdeg ah ay isugu yimaadaan u tashadaan siyaasi iyo ganacsade iyo qurba joog iyo meel walba la tashado ayahooda hadii xisaabtooda iyo wuxooda la siin waayo ay si degdeg ah go'aan uga qaataan waxay ku dhaqaaqayaan iyagoo wada jira waxaan leeyahay waqtiga yar yaan waxba ku sii dheeraanin waxaan leeyahay hadda laga bilaabo yaanay dib u dhicin xaqiiqda marka la eego inay sidan ahaadaan waa inay iyagu heshiiye waa inay isu tagaan cod midaysan waa inay qurba joog soo siiyaan waa inay meel walba soo siiyaan kuwa gudaha jooga wax laysku ogyahay oo muuqda oo xuquuqdooda iyo isdifaacooda sidee loo kaxaysaa inamada dad intay u kaxeeyaan ugu yimaadaan gobol waliba wuxuu leeyahay taliskiisa isaga ka maamula sidee cid kale intay kaxaysato marata u kaxaysata u geysaan waa wax isweydiin leh maxaa dadkan ku dhacay waxyaanu ku raagin markan waxaan u yeerayaa xubin aad u firfircoon ee jaaliyadda UK maaragtay dadaalkeedana mar walba muuqda waa gabar kaalinteeda mar walba maaragtay yacni bulshada ka dhex muuqata wax badanna ka soo shaqaysay reerkan inuu maaragtay yacni urursanaado oo aayihiisa maaragtay yacni u taagan xilli walba waa Nasra Ahmed Maxamed. Nasra Ahmed Maxamed, soo dhawow. Waxaan salaamayaa mudane iyo marwooyin, martida sharafta leh, madaxdeena sharafta leh, waa salaamantihiin. Salaanka bacdi waxaa halkan aan isugu nimid waa baroor diiq. Waa laga wanaagsan yahay inaan sanad kasta haddaynu nahay beesheenna aynu soo xiranno weer cas. Waa inaan wax ka baranaa waayaha iyo waqtiga jooga. Hadda uguma horeyso Xasan Sheekh markii horeba masaakiinteennii aan maxay ahayday marasteennii hadduu ilaahay ku roon yahay agoomadeennii islaamaheennii waa yeelka ahaa ee tegey waa kuwii dabdabada looga geliyey dabada taasaynu waxba ka baran weynay oonu hadda u soo xaroonay madax iyo dowlad ayaa idin maamusha ee soo xareeya dhallinyaradiinnii maxaad sugayseen marka waxaad sugayseen inuu waraabku idinku faraxasho sideedaba mar walba waa laga wanaagsan yahay inaan dhinac u badanno dhinac badashada inaad dhibtayba innaga reer aanu isu malaynayna inaanu nahay oo Soomaalo ma nihin Soomaalo wax la yiraahdaa ma jiro hadduu jiro lama gowraceen caruurtiina lama gubeen maxay ahayday marastiina 24 saac jidka la idinma fariisteen la idinma gumaadeen sax waa wada dhalannahay wiil laakiin siduu ina yeelayaa wax inoo cuntama ma aha waa inaynu ka fiirsanaa waa inaynu maxay ahayday dhallinyaradeenna iyo raggeenna iyo dumarkeennaba guntiga dhiisha aanu isaga dhignaa dhul baynu leenahay dhulka aynu leenahayna waa wax la ysku haysto oo la ysku cunayo oo cidu walba ay leedahay soo gaarsii anigu idin malihi marasta guba anigu idin malihi maatida laaya anigu idin malihi caruurta iyo dumarka idin dhex degan cuna laakiin nin waliba koobku idinku lisay ugu hambeeya xaqiinana dhacsada warnimaanu warankaagu gelin diray siiba biyo maalow nimu warankaagu gelin warkaagu ma galo
وين أضع ستان ما سنة كيسين برار بتاعنا كرنا هدي كلا أي نصينا أي نصينا رولك أي نصينا ضدك وحي عنا ما هنا وح كلا ها ها جاي تستان أنا قصا سان إذن الله سنة كسته هلك أوه هنا الله صافري سنين إذن كوحين جلاه صافري سيا شيخ نقد هاي باش وحن أير يا مركنا حقوقال ماركتي سياسية حسين محمد حسن وأنا قف حبين مهمة وكمدة أساسياشي أذبلان استيد ودنك يوكي حسين محمد حسن مدني مروين بادد وينها شرفت عاوة هورتيد فردية قف والبا مقام كيسا يتيتل كيسا يانكو سلامي انتا كد بعدي شرف يبقادين بيتها إن عاوة aan halkan ka hadlo aniga oo aad iyo aad uga tiiraanyeesan geerida iyo xasuuqaasi loo geystay dadka maxaysta ah aanban inimada dhalinyarada ah oo ay ilaa hadda dhimashadoodu ay marayso 38 qof waxaan Ilaahay uga baryaynaa inay Ilaahay jannadii firdowsi geeyo dadkaasi oo ahaa shahaado inta ka bacdi walaalayaal runtii arintaas waa arin xanuun badan anuu shakhsi ahaan markaan arintaas maqlay waxaan sameeyay group la yiraahdo Dir Action Group oo international ah oo caawiya dadka dirka oo dhan marka groupkaasi isla markiiba shaqadoodii way bilaabeen ilaa hadda baaris bay ku hayaan wixii falkaasi geystay waxaan kaloo ugu talagalay groupkaasi inuu noqdo group iyagu برشر سارة وحدو جيدان إن دولدو آي كساحة وميريه بلوك لغا ساري وحلبانة دي بلوك لغا ساري ودولدو او داني آي فرها كلاب حدي مركا عرين تاسي داعد مركا عرين مهاسي سي آي او دبقالان ايان غروب كاو آساسني مركا سي وحاد نمقلي دون تام وحقبت كودا وحانا رنتي آت كلاسو حير كرتان حمد ولاشينو آقدومي هاسياسة دا دير غروب dir international waxaan kaloon jecelahay inaan iyagana aan qodob kale aan raacsado caawo fursada ka faa'iideysto warbixin idin ka siiyo dhibaatooyinkan intaanay dhicin waxaan ugu talagalay udublan state programki hore marka aan aasaasinay UK waxaan ugu talagalay inayna masiibooyinka noocan inayna ku dhicin dadkaasi ugu wax soo saarka badan la Soomaaliya waxaan ka bilaabaynaa Udublan state illa filla Soomaaliya iyo illa iyo Kismaayo cirifkeeda intaasuu borderkeedu ahaa wax walba oo state laga rabo dawladnimo waanu sameeyney ragina la sameeyay wax halkan wax caaway la fadhiya Bashiir Shiino oo isagu habeen iyo maalin hadii qoraal noqoto hadii orod noqoto meel kasta warqadna la geeyay iyo Xamdi oo iyaduna ay ahayd hoganki dhaqaalaha ee Udublan state oo illa imaraadka illa iyo afrika isku xilisay oo intaas oo dhan la shaqeynaysay marka waxaan ila fadhiyeeyagna xubno badan oo Udublan state ka tirsan oo iyaguna firfircoona oo caawa halkan aan galaad inaan wajiyadooda xusuusanahay ee hor fadhiya waxaan kala caawa u mahad celinaya saraakiil sarsare oo ka tirsana SNM oo halkan iyaguna fadhiyaan oo hadii halkan in tuso kuwa halkan fadhiya idinka horeeya waa saraakiishii SNM gaashaanlayaal sare gaashaanlayaal dhexe iyo hoggaamiye siyaasadeed gudoomiyaha dirka guurtigeed oo isaguna ahaa hoggaamiyaashii siyaasadda ee SNM la taliyaal madaxweynaha Soomaaliya marka caawarta aad baan ugu faraxsanahay in loo wada guntaday in aynu halgan adag aynu galno inagoo ka tiiraayeesan dadka masaakiinta ay la xasuuqeen waxaan kala oo aan ku buurinayaa beeshan biyamaal inay go'aan cad soo saaraan in ay Udublan state ay nala dhisayaan iyo inay ku biirayaan dawladda federaalka ay ku dhex jirayaan oo ay ahaanayaan dad iyagu koonfur galbeed ka tirsan iyaguna war cad soo kala cadeeyaan si dirku aanu confuse ugu dhicin oo marka wax la bilgareeyo aanay oran waxaanu raacnay koonfur galbeed ee naga dhaafa Udublan state iyo in aanay dhalinyaradii aanay abuse kareen oo wixii ay dhalinyaradu damacsanaayeen aanay hor istaagin
marka lacag la siiyo amba la xilal loo balan qaado. Waxaan kaloo idin sheegayaa maanta gobolka Shabeellada Hoose dawladda federaalka waxay ka dhigtay meel qashinka lagu qubo. Waxa la wax qashin xamar laga soo ururiyo dhan waxa la geeyo gobolka Shabeellada Hoose. Waa wax beero ka socda ma jirto. Mashaariicdi beeraha oo aanu berigii aan hoggaankii iskaashatooyinka aan ka shaqeynay way iswada taageen. Kinaaladii iyo wixii loo sameeyo dhan waa wada dayacan yihiin. Dawladdu ilaa intii 30 sanadood wax horumar oo gobolkaasi laga qabtay ma jiro oo aan ahayn ciidan Amazon oo la geeyo aan ahayn. Kaasina waxqabad ma uu arkay. Marka walaalayaal aan isku tashanno, aan soo wada xiriirno, aad iyo aadna waan ugu faraxsanahay caawa dhalinyaradan firfircoon ee halkan joogta oo jacayl oo soo agaasintay. Waxaan Ilaahay haydin ka abaalsiiyo. Waxaan si gaar ah u soo dhaweynayaa gudoomiyaha beesha Biyamaal iyo ku-xigeenkiisa. Waxaan leeyahay walaal wada shaqeyn wanaagsan, waan idinla shaqeynaynaa, gacanna waan siinaynaa haddii Ilaahay. Aad baad u mahadsantahay. Markan waxaan u yeerayaa boqorka guud ee boqorka direed, boqor Cabdirasaaq Xaaji Aadan, kelimadihiisana maaragtay noo soo koobo waqtiga aad inoo haya aawadiis. Walaan waxaan u mahad celinayaa marti sharafta halkan isugu timid ee aween iyo odayaal siyaasiyiin iyo aqoonyahan bay isugu jiraan rag iyo dumarba. Intaa markaan ka gudbo xafladan aad soo abaagaasinteen waa baroordiiq. Baroordiiqda inaynu kaga hadalno baynu u baahanna. Waxa se aan xusuusinayga ah beesha Biyamaal maadaama ay ugu horeyso oo muxuu ahaay gumaadka imika dhacay uu meesha ka muuqdo. Waxa kale oo jira beelo kale oo madaxweyne dira oo iyaguna meesha ku jira oo Jiida Cali ka mid tahay oo Tuni ka mid tahay oo Gare ka mid yahay, laakiin beesha ugu badan inay Biyamaal tahay. Waa beelaha direed oo dhan waxa suuqa ku dhacay, beesha waa u badnaatee. Intaasi waa iga xusuusin. Ta kale waxaan doonayaa inaan halkan baaq uga diro madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Doorashadii labaad ee la doortay baaq aan u dirnay baa jiro odayaasha guusida aan u diray. Maanta wixii kaa halaabay, wax kama kaaga halaabay, iyo wax kas kaaga halaabaa jira. Mid maanta macnihii dowladda loogu garaabaya maaha. Saddex su'aalood baa hortaagan. Saddexda su'aalood waxay kala yihiin: sababta ciidamada looga soo raray gobolka Shabeellada Hoose iyagoo tababarkoodii qaba, kuliyadda jaalisyaad loo geeyey. Su'aasha koowaad ee isweydiinta mudan horta waa taas. Su'aasha labaad waxay tahay hal mas-uul ah ama prime ministerka ha noqdo ama madaxweynaha ha noqdee, hal mas-uul oo ka hadlay oon xildhibaanada beesha ka soo jeeda aan ahayn ma hayno. Su'aasha saddexaad waxay tahay ciidan qaran bay ahaayeen oo muxuu ahaayey xasuuq ku yimid, aas qaran looma samayn. Saddexdaa su'aaloodba waxay muujinayaan wax ku talagalayna ahay. Tasiir raacda waxa weeye saxaafaduna kamayna hadal. Marka waxaan leenahay annagoo bahda dhaqanka had iyo jeer inaanu nabadda ka shaqeyna ay tahay, haddana waxa la yidhi walaalkaa u heeli hadduu gardaran yahayna u heeli, haddii laga gardaran yahayna u heeli. Hadduu gardaran yahay markhaatiga kufur magtana la bixi. Xadiiskana waad xasuusataan, waxba idiin sheegi maayo. Marka waxaan leeyahay maanta kala daadsanaantii hore ee beesha direed ay kala daadsanayeen ma jirto, way soo dhammaatay. Haddii muxuu ahaa gobollada gobolka Shabeellada Hoose ay maamul state samaysanayaan, annagu dee dhaqan baan nahay oo inaanu kala qaybsanaanta aanu u horseedno ma rabno. Taasi beeshay ka go'an tahay, beelaha halkaa ka soo jeeday ka go'an tahay. Waxaanse tilmaamayaa inay dowladdu ku waaya qaadato hiiraan waxa ka taagan. Tanina ay noqonayso tii labaad. Waxa aanse aynaan ka labalabaynayn waxa weeye haddii walaal la yahay walaaltinimadu ha shaqeyso, laakiin in midiyo hoose laysku soo qaato nagama qabataan leenahay. Xukuumadda intaasaan u dirayaa.
بلا دريدنا وحن لها هاي وحوي باقيا كل شركة دريد أيها نوسو وجهن سبتمبر لبعتن كذا إن شاء الله تعالى وبرعل وقوانا يو إن تاسين وكجت الشرين ناو وحي إن جاك الدوامي هداينو نبدا حيرين شرني نبدا سيدي ديبان وحيرين إنها نبدا منا وحويا وحن قحينا الناق إن أنا نبدا كويل علينا منا إن حق يجو خود عصانه كأنت مدينا حق يجو خود عصانه مركا إن شاء الله أنت هسنا كسوكو ويا إن خود يرين مايو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركنا وحن قصي سقينا قنتي جب جبدي وحن ماركت يعني مركن إنوسو كوبيا قدوميها جاليدة UK ولكن آذن عثمان قدومي سودو. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد ماشان وحا عاوة كوكولانسان دمان جاليدة أدوبلاند ستيت أو أي كوابان تهي غبالة شبالة هوس شبالة جبادة دحي جبادة هوس باي باكول إيو كلل كشنات دمان سوى ذا جرأة وحا أي إسلاقرتين شرار بدن أو كالدوان أو دعاي كدب وحا إسلاقرتين كو هدانو النهاي قرب جوك تجاليدة وحان آذي آذ أعمبارينينا شرقول كاللوغو ديليغي سياشي جاليدة أو أها إذا ماذا قلب كسيدة أو لوغو ديلي كليدة إذا ماذا جاليسياد أفريلا تنكي بشي جولاي لابدا كون إيا صدحي لابا تنك وحان إلهي وغبرينا لمان إن أو جنة كورابيو reerihi iyo eheladii ay ka tageen samir iyo iimaan uu ka siiyo oo anagu ka midnahay waxaan aaminsanahay marka in arrintaasi ay ahayd arrin loogu beegsaday ka qabiil maadaama ay ahaayeen ciidamadaas ciidamo tababaran oo geesiyaal ah oo ka qayb galay meelo badan xoreynta laga xoreeyay dhibaatada dadka ku hayay kuwaas oo aha kuwii ay gobolka Shabeellaha Hoose iyo agagaarkeeduba ay ku jiifeen maadaama ay ahaayeen geesiyaashi difaaca ay ku jiifeen sidaas darteed waxaan aaminsanahay in arrintu aysan ahayn meel kaliya لكن أي تابن أي سوء ميلا فربادن لغب الله بحرادة إلا إيا ميشيكا سوء بحاد وايو داد كاسو حالغا سوء ودي ميلا كالدوان حريا كالدوان إياغو أولو فيرسان أيو جيسي نمدو دي أهلغن كي موجيين تاسنا آن أدرين سننهي وان أغنهي حقوغالنا حد آن أغنهي سبب تأرين تاسي أدعدي إن أي تهي ميت لغو بدل أيو dad kale oo ayagu shaqo ku lahayn oo deegaankana uu shaqo ku lahayn waxaan ognahay in kulliyada jaalisiyad ay tahay kulliyad xare ciidan oo amaankeedu aad iyo aad u sugan yahay oo ay adag tahay in la soo weeraro si arrintu qaabka u dhacdeena ay ugu dhacdo taas waxaan aad iyo aad uga sii xunnahay oo ka sii daran in wariyaashi iyo warbaahinti intaas ka sheekeyn jirtay dhibaatooyinku markay dhacaan aan midnaba afka furan oon waxba ka sheegin taasna waxaan u aragnay sida loo sheegay anagu dambi baarayaal ma nihin axwaashada siday tahay uma ogin laakiin waxaan war ku haynaa in la yiri waxba ka sheegina oo wax la siiyay lacag la siiyay taasina ay weli daba taagan tahay meelaha qaarkood aan ilaa iyo haddaysan ka ogoleyn in arintaas laga hadlo oo la sheego
تاس ووح آدي آت نوغن حسي نو فجعسي نو أنفريرسي أو أن نغرانين رون هانتي إن أن دولة داس سيدة أي أدلسان تهي أو 4.5 أن أنوغو غيب كان لهي إيا إنكار وحانو شيغان إنا لباتوين آد أفربادن أو إسكسو دبار دعي تن أي أغدن بيسو ماان تردعدي وحان كسوغي إنا لماان جواب نقن عسا أو ذاتكي ذاتكو ذا لديلي ذاتكي محايهيد والد ويلاان لغات لغي إن جواب نقن عسا لسيو سيدي لو مربادن بلو شيغي مولالكا مرنواد اوهي لسا مركا لغا قردرين مركو يساقو قردرين هاي نواد اوهي لسا وحاد قردر ذاتك قبر عسا الناغا انتاس وان فيرسانين المهني لو قورعي المهني لو لديلي ما انت لكن وحان تاغن الرنتان الرن كدوان كوي هوري اي احيت سيدا سرتيد وحان سوغينا جواب نقن عسا قودهان هدي جواب تاسي ايسان ايمانين معناه ذو حويان ان سيداد اكتهين با انتاس او ديغان مادام عندقنا حقنا الولاين هاي نانا ايهن كتشنو وحانو اسو ييرينا لمان حبناها كترسن اوذبلان ستيت كل ميل على لميشي جوغان ان اسو ييرينا وحانا مركز سميسانينا وحانا قدان نوعا او اي ايهن ان كتشنين انت هدى عيدو ماذا نوغو جرتا وحان شيغينا إلا إيا هدى إني سنهيلين وحد اللعاد وحمحي إهيد تاغيرا مركا وحان شيغينا هدي الرماها صورن ونصور شيغنا وحلقا قبن النوغو مفير سنين enough is enough ويرماتي وقتي يانسوغيني وآن لهين وحبان لقدم بي دولدان لقدم بيس وحان هدى سوغيني مجرتو ها هاتو دولدة دولدة ها محيهيد استيتية دا ميشا كرلسن او اين هوس نمادنو تن كونفور قلبيت ايو تن جوبالاند انتبا ماداما اميت كوت اهم وحبكو هين وحين نقولي سامركان انا نغوي آيهن نكتشنو حقنا ان اولينا هاي ترانا ان اولينا هاي ددنا ان اولينا هاي قلنا ان اولينا نركز انتاس ايان شركه نمانت كسو غبغبينينا وحان نمهد وعلينينا دمان انت نغلو سو قيب غشاي ولا لهن دريت او قيبه كلا دوون او نو موجي انينا غرب تاغين يهن ان كسوغينو سداس ايو سيكدرن ان ان او ودا شقين دون والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.